آخر مرة بكيت لما كنت بالبيت قبل ما أجي على الصار أكاديمية. صار حادث صغير مع البابا. إجا الصاروخ لما كان هو بالشغل عم بيشتغل. إجا الصاروخ من هون جرح له دقنه. كان في سنتي بين يعني بين هون والنبض. يعني لو فرقت على سنتي صغير كان عن جد يمكن ما بعرف شو صار. شكرت ربنا على هذه اللحظة صراحة لأنه ما صار أكثر من هيك. تقطب 25 قطبة. فكتير هذا الشيء خلاني أني أبكي عن جد. أنا ما بعرف شو صار. أتخيل حسيت أنه للحظة ممكن أنه يصير معه شيء. يعني حسيت أنه لو شوي صغيرة قص نتفة. أنه لو شوي صغيرة كان زايح الصاروخ لهون كان بطل موجود معنا لا سمح الله 100 مرة. أنا كتير معلقة فيه. ما بقدر أتخيل حياتي بلا جوليان. نحن مع بعضنا بالحي. يعني هو قاعد بنفس المنطقة اللي أنا قاعدة فيها اللي هي صربة. بيوتنا كتير قريبة مع بعضها. نحن وصغار تعرفنا على بعض بس صارت مشكلة وصرنا نكره بعض وطلنا نطيق بعض لدرجة انه كنا نلتقى بعض من ولا هاي ولا باينس. خلص وصلت لمحل خلص بطلنا نحكي مع بعضنا. لرجعت الايام بعد 4 سنين. يعني من بعد 4 سنين من افتراقنا رجعت جماعتنا الايام وشفته بالصدفة. صرت كذا مرة اشوفه بالصدفة لحد ما رجعنا اصحاب ورجعنا سوا وحدا كتير شجعني صراحة اني فوت على هذا البروغرام. حدا كتير وقف حدي بكتير مراحل من حياتي. مراحل حياتي الصعبة والحلوة وكل شيء. يعني صراحة اكتر موقف حزين هو في حدا بقربنا توفى بالعائلة. هو شاب. هو كان كتير كمان يحب صوته واخواته كمان. فلما كنا بالعزاء كان في جد قدامي. اوكي تعمل لي انه غني له هو بحب صوتك وهيك. فصارت تصرخ علي انه بليز غني له وهيك. انه انا ماشي يعني فرطت من البيت. كان عن جد اكتر موقف ما بحب اني اكون فيه.